أهلا بكم. أخطر طائفة في العالم، طائفة غريبة ومرعبة، ممارساتها خطيرة ومنافية للعقل والمنطق، وأحيانا تصل إلى حد الجنون. مجموعة مش بيتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، أجسامهم ملطخة برماد الموتى المحروق، شعورهم طويلة وكثيفة، عراة تماما، أجسامهم محلاة بعقود من الخرز وقطع من اللحم مجدولة على صدورهم، وبيتمتموا بطقوس وحركات مش مفهومة، ما بيتكلموش مع حد ولا بيقرب منهم حد. مبدأهم الأساسي لتبرير ممارساتهم هو تجاوز قوانين النقاء والمفاهيم المعتادة للخير والشر وكسر المحرمات لتحقيق التنوير الروحي للتوحد مع الإله وتعزيز حالة الوعي، فيتأملوا في مناطق غير نظيفة وهي أماكن حرق الجثث ويناموا فيها ويمارسوا الجنس مع الموتى وسط الجثث المحروقة، ويهيموا على وجوههم عراة ويأكلوا اللحم البشري من جثث الموتى، ويستخدموا الجماجم البشرية كطاسات للشرب، ويشربوا الكحول، ويدخنوا الماريجوانا، ويعيشوا في عزلة تامة مش بيخرجوا منها إلا في مهرجان كومباميلا كل 4 سنين. وجودهم حقيقة مش خيال، طائفة عايشة على الأرض وبالتحديد في الهند، طائفة الأجوريين آكلي لحوم البشر والمتمرسين في السحر الأسود. شعائرهم دموية وممارستهم مقززة وقصصهم تثير الفضول والذعر، ورغم قساوة ممارستهم اللي تبدو أساطير خرافية لكن هي حقيقة موجودة في عالمنا، مهم نسلط الضوء عليها لأن العالم بتجتاحه الأوبئة والأمراض بسبب الممارسات الغريبة اللي الأجوريين جزء كبير منها. هنعرف في السرد النهاردة مين هم الأجوريين وأصلهم إيه، وإيه هي معتقداتهم وشعائرهم ومحرماتهم، وإزاي المجتمع بيتعامل معاهم، وإيه هو مهرجان كومباميلا اللي بيظهرهم للنور. خليكم معايا. الأجوريين كلمة باللغة السنسكريتية اللي هي لغة الهند القديمة اللي بتتعبد بها الهندوسية، ومعناها الذين لا يخافون. هم رجال دين هنود عايشين على هامش المجتمع الهندي، بينتموا إلى عشيرة غير تقليدية من عبدة شيفا المقدس عند الهنود وقرنته شاكسي، واستمدوا ممارساتهم من طائفة قديمة هي الكاباليكاس أو حملة الجماجم اللي كانت موجودة من القرن 4 الميلادي لحد القرن 7 الميلادي، واللي كانت بتقدم أضحيات بشرية لكن هي انقرضت ومش موجودة حاليا. وفي كتاب أجوري بيؤكد مؤلفه مانوك ساكار إن المجموعة دي بيساء فهمهم، وإن الأجوريين مجموعة بسيطة بتعيش مع الطبيعة وملهاش مطالب، وشايفين إن كل شيء تجسيد للإله، وهم مش رافضين حد ولا بينكروا حد ولا بيفرقوا بين لحم حيوان أو بشر، وتعتبر الأضحيات الحيوانية جزء مهم من عبادتهم. بيقول مؤلف كتاب أجوري إنهم بيدخنوا الماريجوانا وفي نفس الوقت بيحاولوا يحتفظوا بوعيهم حتى وهم في حالة انتشاء، ورغم عزلتهم لكن بيظهروا في مهرجان كومباميلا أو الوعاء المقدس اللي هو الحج الهندوسي، ويعتبر أكبر تجمع سلمي للحجاج في العالم. وهنا بيروح الزوار نهر الجانج المقدس عشان يستحموا أو يغطسوا فيه، معتقدين إن الجسد بيتخلص من الأمراض والروح بتتطهر من الخطايا بعد ما يقطع عشرات الملايين من الهنود آلاف الكيلومترات للقدوم للنهر المقدس، بحثاً عن استعادة الحياة من خلال الاغتسال عند ملتقى نهري الجانج ويامونا مع نهر ساراسواتي الأسطوري. ورغم ممارساتهم الخطيرة في نهر الجانج إلا أنه صنف أنه أكثر الأنهار تلوث في آسيا والعالم، أولاً بسبب رمي الجثث وجياف الحيوانات فيه، وثانياً بتصب مجاري مدينة فاراناسي فيه، وثالثاً العثور على عدد هائل من البكتيريا والمواد الكيميائية فيه. ورغم كل ده لكن نهر الجانج له سحر عند الطائفة الهندوسية يتحدى القوانين الطبيعية والمرض، وبيقام مهرجان كومباميلا كل 4 سنين في واحدة من 4 مدن بالتناوب، هي أوتار براديش اللي هي الله أباد سابقاً، وهاريدوار وأوجان وناشي، وبيحضروا حوالي 150 مليون شخص بينهم 1 مليون زائر أجنبي بغض النظر عن الطائفة أو العقيدة أو الجنس. وللمهرجان دور روحي أساسي في الهند وله تأثير هائل على الهنود العاديين، لأنه على حسب ما قال زواره بيجمع بين علم الفلك والتنجيم والروحانية والتقاليد الطقسية والعادات والممارسات الثقافية والاجتماعية، وده بيخلي مهرجان زاخر بالمعرفة بتجلياتها المختلفة. وعدد صغير جدا من الهنود بيمارسوا النظام الأجوري في المهرجان، لكن في بعض الناس بتكون مرتزقة وبتتظاهر في المهرجان بأنهم أجوريين عشان تسلية السياح والحجاج وكسب المال والتقاط الصور التذكارية معاهم، وبيقدم لهم الناس الطعام والمال. وهنا تقدر تميز بين المرتزقة وبين الأجوري الحقيقي، لأن الأجوري الحق ما بيهتمش بالمال وبيصلوا من أجل الجميع
ومش مشغولين بالناس اللي عايزين بركتهم من أجل طفل أو بناء منزل أو أي غرض تاني. في شمال الهند مش بينضم إلا الرجال لطائفة الأجوريين، لكن في البنغال ممكن تلاقي أجوريات عايشين في الأراضي اللي بتتحرق فيها الجثث، وبيرتدوا الثياب وبيأدوا نفس الطقوس مع الرجال. بيعتقد الناس في الهند أن الأجوريين بيمتلكوا قوة إلهية وبيمارسوا السحر الأسود، وبيترك الأجوري جسده زي ما هو في الطبيعة عاري تماما، وبكده بيزيل الشعور بالعار ويترك شعره يطول ولا يؤمن بقص الشعر نهائي. وبيشاركوا في طقوس ما بعد الوفاة في أجساد عارية تماما مغطاة برماد الجثث، وبيعلقوا قلادة من جماجم الموت على أجسادهم. بيعيش الأجوريين في أقصى الظروف الجوية في أكثر الأدغال رعب وفي الجبال المغطاة بالثلج، وبيتواجدوا كمان في الصحراء الحارة في ظروف ما يقدرش الإنسان العادي يتحملها، وحياتهم بتكون عموما على أرض الدفن في الهند، ومقرهم الروحي في معبد كينا رام في مدينة فاراناسي، المدينة المسكونة والمعروفة باسم مدينة الموت، وبتقع على ضفاف نهر الجانج المقدس. ويقال أن بابا كينا رام هو أول أجوري والمؤسس الأول لطائفة الأجوريين، وعاش 150 سنة، ووفاته حدثت في أواخر القرن الـ18، وتولد سنة 1601 ميلاديا في قرية رامجارا في منطقة تشاندولي بالقرب من فاراناسي بولاية أوتار براديش الهندية. والأغوريين المتمركزين بالأساس في قرية فاراناسي شمال الهند على ضفاف نهر الجانج بيعتقدوا أن السلطة والقوة سببها العيش بين الأموات والجثث، وشايفين أن الجسم غير منطقي واللحوم والدماء عابرة، وده السبب في أنهم بيحيطوا نفسهم بالموت، وبيعتقدوا أن الجماجم البشرية بتحتوي على قوة حيوية، بالإضافة أنهم بيحرقوا الموتى ويدهنوا نفسهم برماد الجثث، ومشهورين بجمع الجثث من نهر الجانج ويأكلوها، وبكده بيمتلكوا قوة خارقة على حد اعتقادهم. ويقال إن القوة الشافية للأجوريين مصدرها خبرتهم الكبيرة في السحر الأسود، وبكده عندهم قدرة كبيرة على العلاج من الأمراض المستعصية اللي ملهاش علاج. الأجوريين عندهم علاج لجميع الأمراض الخطيرة زي السرطان والأمراض الجلدية، وبيقولوا إن الزيت البشري اللي بياخدوه من المحرقة لما يتحرق الجسم قوي وفعال للغاية في علاج الأمراض كلها، وبيزعموا إن عندهم الأدوية حتى للأمراض المستعصية اللي عجز الطب عن علاجها. وبيعالج بعض من الأجوريين مرضى الجذام اللي تخلت عنهم أسرهم، والعلاج بيكون في بعض المستشفيات اللي بيديرها أجوريين في مدينة فاراناسي، وبيقدموا لهم العلاج والبركات. والهنود المقربين من طائفة الأجوريين بيقولوا إنهم في غاية الطيبة والتفاني، وبيساعدوا الآخرين بدون مقابل، وبينخرطوا في أعمال خيرية كثيرة لصالح المستشفيات، وبيشاركوا حتى أكلهم مع الحيوانات في مكان حرق الجثث سواء كانت بقرة أو كلب، وشايفين إن كل البشر سواسية، وبيعتقدوا إن الشخص اللي بيكره ما عندهوش القدرة على التأمل ولا العبادة، عشان كده مهم عندهم إن البشر يعيش حياة خالية من الكراهية والحقد والتكبر. وبيأدوا السحر الأسود لكن مش بيأذوا بيه أي شخص أو أي شيء، لكن بيقولوا إنه بيشفيهم ويزيد من قوتهم الخارقة للتحدث مع الموتى، وبيأدوا الطقوس الغريبة لأداء السحر الأسود، وهدفهم مساعدة الآخرين. الأجوريين بيعتقدوا أن ممارسة الجنس مع جثث الموتى بيمنحهم قوة خارقة للطبيعة وقدرات كبيرة، لكن حتى في ممارسة الطقوس الغريبة والغير أدمية عندهم قواعد لا يمكن انتهاكها، وشيء واحد محرم تماما بالنسبة لهم، وهو ممارسة الجنس مع المثليين، لكن مسموح لهم بالممارسة مع العاهرات وباقي الأموات ما عدا جثث الأجوريين اللي بيتم حرقها. ورغم محاولات مواطنين هنود عاديين أنهم يقربوا للطائفة الأجورية ويدخلوا العالم الأجوري السري المليء بالطلاسم الغريبة عشان يكتشفوا خباياها، لكن فشلت كل المحاولات وكانت بدون جدوى، وكان لازم التعايش معاهم لشهور ممكن يكون لسنين لكسب ثقتهم والسماح بتصويرهم أثناء ممارسة وأداء الطقوس الغريبة والمريبة اللي هي سبب أساسي في انتشار الأوبئة والأمراض والفيروسات اللي قضت على عشرات الملايين من البشر في العالم. السلام عليكم.